الامام الشافعي حفظ الموطأ، امه اخذت الخطاب، كتب الوالي من والي المدينة، من والي مكة لوالي المدينة، مع كتابي هذا وصله الامام مالك، احنا نشفع للامام الشافعي، واسطة شفاعة. يقول يوم ادخلوا على والي المدينة قال لهم بالمعنى العامي: انتم صاحين المهبل. طبعا هذه من عندي صاحي المهبل يعني، لكن الزيادة هنا ليست ربا، وهذا من باب التصحيف يعني. ما هو يقول فلما دخل قال لهم: لا، لن يقبل مني مالك، والله لو ذهبت انا والوزراء والجنود واغبرت ارجلنا وخيولنا على طريق العقيق ما قبل الامام مالك منا ذلك. يقول فترجيته، يقول انا ترجاه امي تترجاه على الحرص على العلم يا جماعة. يقول فخرج معنا الوالي ومعه الجنود ومعه الوزراء، طقوا الباب على الامام مالك. لما طرق الباب مالك في ذلك الوقت عمره حول 70 سنة، امام بلغ صيته الارض كلها، هارون رشيد كان يهابه، هارون خليفة المسلمين كان يهاب الامام مالك. فكيف الوالي؟ الوالي يقول انا رايح وانا ارتعد خايف، هيبة العلم وهيبة الامام مالك، والامام شخصيته مالك شخصية قوية. يقول طرق الباب، افتحت الجارية: مالك موجود؟ قالت انتظروا شوي، دخلت. يقول الشافعي يروي عمره 17 سنة تقريبا، يقول طولت، يقول يوم طلعت قالت، يقول الامام مالك: اذا عندك سؤال اكتبه، اذا تبي فتوى واذا تبي شيء في العلم تعال في المسجد، المواعيد الخاصة خذ موعد قبل، اما الفوضى هذه وطقطقة البيبان والدرعم هذه ممنوع، وهذا من الادب. يقول قال قولي له ان معي كتابا له من والي مكة لا بد ان يقرأه، فيه كتاب مهم. ادخلت، يقول طولت، يقول شوي طلعت علينا معها كرسي حديد وحطت الكرسي وقالت يطلع عليكم الان. تقول يوم يقول يوم خرج الامام مالك، الحين يروي الامام الشافعي، يقول والله اني رأيت الوالي يرجع كذا على وراء، كاد ان يسقط من هيبته. يقول فلما جلس الامام مالك يقول والله اني انظر اليه ما رفع بصره. قال ماذا تريدون؟ يقول قدم ذا الكتاب ويرتعد الوالي. قال هذا خطاب جبته من امير مكة، والي مكة كان باعتبار امير المنطقة، وكانت المدينة باعتبار خلنا نقول محافظة اليمن تحت امارته يعني. يقول ففتح الكتاب مالك، الكتاب مضمونه ان يصلكم محمد بن ادريس الشافعي غلام يحفظ القرآن حريص على طلب العلم، خلوه من خاصتكم ومن طلابكم يقرأ عليكم. يقول رمى الخطاب في الارض، قال لا شفعة في دين الله، ان ما عندنا واسطات، الدين كله على ما قلتهم العلم ياخذها بيمناه، اما مسألة تدخلوه توسطوه وحطها جنبك هذا مو بعندنا. يقول تراجع الرجال بيروح. يقول انا المعني خلاص يعني لابد اني اتحدث. يقول رفعت الكتاب من الارض، قلت يا مالك خذ مني هذا الكتاب، انا ابنك محمد ابن ادريس الشافعي القرشي، ولدت يتيما وحفظت كتاب الله وحفظت سنته وتعلمت تفسير القرآن وتعلمت اللغة العربية وحفظت الموطأ الذي كتبته. اي اعطاه عند اليد اللي توجع على ما يقولون، حفظت الموطأ اللي كتبته، وقد قالت لي امي كلمة وانا عمري 4 سنوات، قالت يا محمد اني لارجو الله ان يجمع بك فشمل هذه الامة. يقول كنا يعني انصت شوي. قال يقول فقرأ الكتاب، قال ما اسمك؟ قلت محمد ابن ادريس الشافعي. قلت له كيف صلتك بالعلم؟ الامام يسأله كيف صلتك بالعلم؟ قال والله اني لأسمع الحرف، اسمع الشيء الجديد عليه، المعلومة الجديدة، واني لأتمنى ان يكون جسدي كله اذن، ابغى كل اعضائي تصير اذاني تسمع، ليستمتع جسدي كما تستمتع اذني. يقول يوم سمع، شوف الرد ايضا كيف ان الله يلهم احيانا من يريد من عباده. قال له الامام كيف حرصك على العلم؟ كرر، قال كحرص الام الذي ضيعت طفلها وذهبت تبحث عنه. شفت الوصف؟ يقول مثل الام اللي مضيعت ولدها وتدوره، انا حرصي على بحثي عن العلم مثل حرص هذه الام. قال له مالك اتحفظ كتاب الله؟ قال احفظه. قال تحفظ سنة رسول؟ قال احفظها. قال تحفظ الموطأ؟ قلت اكثر ممن كتبها.
تحدي، انا احفظ اكثر منك يا مالك. قال اقرأ علي من كتاب الله. يقول فقال لي اقرأ من قوله تعالى ان الله فالق الحب والنوى. وقلنا الامام الشافعي صوته جميل. يقول فحبرتها وتلوتها ورتلتها من سورة الانعام ان الله فالق الحب والنوى. يقول فسمعها فشوي جلس يبكي، قال حسبك اقرأ من قوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط من سورة الاعراف. يقول فرتلتها حتى بكى. يقول فاختار لي 4 مواضع اخرى، يعني 6 مواضع. يقول والله ما سكت في السادسة الا ودموع الامام مالك اشبه ما تكون غسلت لحيته مبالغة من شدة بكائه وخنينه. يقول قال فحدثني عن حديث رسول الله، بدأ يسأله. يقول ثم قال قل لي ما جاء في الموطأ. يقول سألني 6 مواضع في موطئه فأجبته حتى بهر من قولي. يقول ثم الآن رفع بصره الإمام مالك. يقول فنظر في، قال يا محمد يا بني إن صحت فراسة مالك فإني أرى في وجهك نور العلم، وإن كنت ذا فراسة فأنت أحد أوعية العلم وعلماء الإسلام، ولكني أنصحك يا بني أن تتجنب المعصية فإنها تفقدك العلم وحلاوته. والله جل وعلا يقول، يقوله مالك واتقوا الله ويعلمكم الله. سأقبلك لكن ليس من أجل شفعة الوالي ولا حضور هذا الوالي ولا الحشد الذي معه، سأقبلك لما تحمل في صدرك من كتاب ومن